وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ثم اقرأ قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله إلى قوله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير برواية حفص عن عاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ثم اقرأ من قوله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا إلى قوله تعالى وإني لأظنه من الكاذبين برواية ورش عن نافع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
وقال موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم. وقال موسى ربي. نعم جارا ذاكي اتش. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واقرأ من قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون إلى قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون برواية الدوري عن أبي عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.